أسماء زوجة عندها 30 سنة، صحيت هي وجوزها وراحوا يعملوا تحاليل علشان كانت تعبانة وشاكين إن يبقى عندها لا قدر الله وربنا يحفظ الجميع ورم سرطاني في المخ. راحت عملت التحاليل وجي اليوم ومعاد استلام التحاليل. أسماء خدت جوزها وراحوا يجيبوا النتيجة. طلعوا جابوا النتيجة وربنا أراد إنه يبتليها بسرطان في المخ. ربنا يا رب يحفظ الجميع. صدمة وبكاء، تنحوا البعض مش لاقيين كلام يقولوه، نزلوا من معمل التحاليل وراحوا ركبوا الميكروباص. فجأة أسماء لقت جوزها بيبص ليها بيقول لها: أسماء انت طالق، انا مش هقدر اكمل معاكي وانت كده. انهارت من البكاء وقالت: انا مش عاوزة حاجة غير ان كل اللي بيشوفني يدعيلي واللي بيقرأ حكايتي كمان يدعيلي. بعمل الفيديو ده عشان اسألك ايه رأيك او ايه رأيك في تصرف جوز اسماء. المرض اللعين ده اللي ربنا يا رب يحفظ الجميع منه، الدعم النفسي فيه والوقوف جنب المريض اهم بكتير من العلاج الكيماوي او الكيميائي مع الاشعاعي، لان نفسيا المناعة بتفرق جدا مع مريض السرطان. لما يبقى جوزها، خد بالك جوزها مش قريبها ولا صاحبها ولا حد بيقف جنبها، جوزها اول واحد بعد ربع ساعة وهم في الميكروباص عرفوا النتيجة يبص لها ويقول لها: أسماء أنت طالق، مش هقدر أكمل معاكي وأنت مريضة سرطان في المخ. ده يتقال له إيه؟ طب لو هي الموقف كان معكوس، هو اللي عنده سرطان، هل هي كانت هتخلعه؟ وهل هي كانت هتقول له أنا كمان ما أقدرش أكمل معاك؟ إيه البني آدم ده؟ إيه الراجل ده؟ من فضلك أنا بعمل لك الفيديو ده وحضرتك وحضرتك عشان أوريك واخد رأيك. اكتب تحت الفيديو ده رأيك في تصرف جوز أسماء، بس قبل ما تكتب رأيك من فضلك كلنا وأنا أولكو ندعي الأسماء. ربنا يا رب يشفيك يا أسماء، وهتبقى فترة وتعدي وهتقومي زي الفل، وهو اللي هيندم عليك، وربنا جبار منتقم وبيخلص. ربنا يا رب يشفي الجميع ويسترها علينا كلنا.